Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا يوم الجمعة الموافق 23 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. موجة عنيفة للإصابات بكورونا في ولاية البحر الأحمر ودفن 500 جثمان في مقابر بورسودان خلال أسبوعين. إصابة 4 مواطنين ونهب مواشي في محلية كتم بولاية شمال دارفور. السيول تجتاح أجزاء واسعة من الفاو بولاية الغضارف. لجان المقاومة محلية دم حج أحمد بشمال كردفان تغلق برج شركة اتصالات احتجاجا على تردي الخدمة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أصيب 4 مواطنين أحدهم بطلق ناري على يد مسلحين يستقلون مواتر في محلية كتم بولاية شمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجة أن مسلحين يستغلون مواتر نهبوا مواشي من قرية حلة بشر، وأوضح أن فزع أهلي تحرك لتتبع المسلحين، وكرد فعل أطلق المسلحين النار على الفزع مما أدى لإصابة عبد الجبار بابكر سايد توك توك بطلقتين، وإصابة كل من محمد أحمد آدم علي وصدام إسحاق بالفؤوس، بجانب إصابة أحمد بكر بعد ضربه بالعصي. وأوضح أن قوات الحركات المسلحة تعاقبت الجناة وتمكنت من إلقاء القبض على 2 منهم. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص: اليوم الثاني من أيام الإيد الأضحى المبارك قامت مجموعة من الميليشيات على ظهور المواتر بنهب مواشي من قرية حل بشر، وهنالك مجموعة من المواطنين لما سمعوا الخبر قام تحركوا من في فزع عشان يلاحقوا البهائم، لكن انه لما وصلوا في مسافه قريبه جدا تعرضوا لهجوم من قبل الميليشيات على ظهور المواتر واطلقوا ذخيره مما ادى الى اصابه عبد الجبار بابكر عبد المحمود وهو كان سايق توك توك، اصابه بطلقتين في البطن وطلقه ايضا في اليد، اضافه لذلك برضو في محمد احمد ادم علي بضربوه بالفاس، وصدام اسحاق بكر احمد ضربوه برضو بالفاس، واحمد بكر ادم علي برضو دقوه بالعصا. النازل هم كان مجموعه كبيره جدا على ظهور المواتر. تشهد ولاية البحر الأحمر موجة عنيفة من تزايد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ منتصف يونيو الماضي. وقال الدكتور أحمد درير مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر في مقابلة مع راديو دبنجة أن الولاية سجلت 289 حالة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأوضح أن الأسبوع الأخير شهد تدني لحالات الإصابة والوفيات، مشيرا إلى تسجيل 53 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة. ونبه أنه عدد الحالات المنومة في مركز العزل تبلغ 7 حالات، موضحا أنه عدد الأسرة في مركزي العزل تبلغ 21، وأكد وجود صعوبة في حصول الوزارة على الأكسجين مبينا عدم تضرر مراكز العزل من شح الأكسجين، ونوه إلى ارتفاع تكاليف إيجار وتعبئة وترحيل اسطوانات الأكسجين. وقال أن الولاية سجلت خلال الفترة 1291 حالة للأعمار ما بين 45 فما فوق و 645 ما بين 30 إلى 45 سنة و 388 ما بين 25 إلى 30 سنة، أما عدد المصابين ما دون 15 سنة بلغ 28 إصابة. وأضاف الدكتور أحمد جرير في هذا الخصوص: في الأسبوع 28 تقريبا على حالاتنا البوزيتيف كانت 159 حالة، لكن بفضل الله ورحمته بدل الترند بتاعنا ينزل ماشيين على تدرج في النزول. الأسبوع اللي بعده اللي هو أسبوع 28 كانت حالات عالية، أسبوع 29 تدنت الحالات إلى 77 حالة، والآن نحن في نهاية الأسبوع 30 الحالات الموجبة وصلت على 53. ربما أن هنالك حالات وافدة لنا من العاصمة الخرطوم، سواء كانت هذه الحالات قادمة من سفر من الهند أو كانت حالات ذات بتاعت كوفيد-19 متواجدة. ومن جانبه أرجع الدكتور أحمد درير مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر تفشي المرض في الولاية لقدوم حالات من الخرطوم، ولم يستبعد أن تكون الحالات الوافدة من الولاية قدمت من الهند وغيرها من الدول.
وأوضح أن الولاية تجاور دولتين ولها أكثر من 6 منافذ بحرية وبرية وجوية للدخول، مما يساعد على انتشار الأوبئة. وكشف عن زيارة 4 فرق طبية من وزارة الصحة الاتحادية لوضع حلول للموجة الحالية، وقال أن وزارة الصحة بالولاية اتخذت قراراً بإغلاق مركز العزل القديم وتحويله إلى مركز لحالات الاشتباه ونقل جميع حالات الاشتباه إلى مركز العزل الجديد. وأوضح أن الولاية استلمت 15,000 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا وستستلم 15,000 أخرى خلال الأيام المقبلة. وأعرب عن سعادته بزيادة عدد الكوادر الطبية التي حصلت على جرعات التطعيم متوقعا انحسار الوباء خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الدكتور أحمد جرير في هذا الخصوص: ولاية البحر الأحمر أو محلية بورسعيد تحديدا عندها أكثر من انتري بوينت، عندنا ميناء بشاير، عندنا ميناء سواكن، عندنا ميناء بورسعيد، عندنا ميناء روسيف، عندنا مطار بورسعيد الدولي، عندنا مدخل من حلايب روسيف بين مصر والسودان. فهذه الولاية يعني بتشكل تفتح حدود مع أريتريا كذلك، يعني مع دولتين جارتين، وبالإضافة ليه هي كلها أسباب مساعدة جدا إنه يحصل انتشار لأي وباء إذا تم انتقال لأي. وصلتنا الأقلام الاتحادية على 3 أقلام فيها تيم للترصد المرضي، فيها تيم للريسبونس، فيها تيم لطوارئ المستشفيات، فيها تيم أخيرا توج في فترة العيد بتيم المستشارين أو نائب مدير إدارة الطوارئ مكافحة الأوبئة. كشف رئيس اللجنة العليا للمقابر بولاية البحر الأحمر محمد حسن مرغني عن دفن 37 جثمانا في بورسودان يوم الأربعاء، ونبه في تصريحات صحفية لارتفاع معدلات الوفيات منذ بداية يوليو إلى نحو 500 حالة، وقال أن معدل الجسامين التي يتم دفنها في بورسودان تراوحت خلال الأسبوع الأخير بين 29 إلى 37 جثمانا يوميا. وفي ذات السياق أطلق ناشطون هاشتاغ أدركوا بورسودان كورونا البحر الأحمر، محذرين من التزايد المخيف في عدد المصابين بفيروس كورونا في بورسودان خلال الأيام الماضية، وأشاروا لارتفاع عدد الوفيات في مراكز العزل. وكشف ناشطون في المجال الصحي لراديو دبنجا عن الاستهلاك العالي للأكسجين في مراكز العزل، وأوضح أن المدينة فقدت عددا من رموزها خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابتهم بفيروس كورونا. ونوه أن قرارات لجنة الطوارئ الصحية في الولاية حول تقييد الحركة والالتزام بالاشتراطات الصحية لم تجد طريقها للتنفيذ. وكشفت مصادر طبية لراديو دبنجا عن مؤشرات لانتشار السلالة الهندية دلتا في بورسودان، بينما نفى وزير الصحة الدكتور عمر النجيب وجود ما يؤكد انتشار السلالة الهندية في بورسودان. وناشدت المصادر الطبية المواطنين بالالتزام بالاشتراطات الصحية وقرارات لجنة الطوارئ الصحية. أنقذ خفر السواحل التونسي 380 مهاجرا من بينهم سودانيين بعد تحطم قارب يقل لهم قبال تونس وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما توفى 17 مهاجرا بنغاليا غرقا في البحر المتوسط. وقالت جمعية الهلال الأحمر التونسي إن القارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا، وأشارت لوقوع عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس، ونوهت الارتفاع وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو. اجتاحت السيول مناطق واسعة من محلية الفاو بولاية القضارف، مما أدى إلى تضرر القرية 16 وعدد من أحياء مدينة الفاو الشرقية وحي حاج السيد وحي الطورة والأبحاث وجزء من حي الصفا ومربع 20 ومحطة المياه النموذجية بنات والوحدات الحكومية البيطرية والمحلية ومراكز الشرطة وسوق الفاو. وخاطب المدير التنفيذي حكومة الولاية بخطورة الموقف داعيا إلى تقديم الدعم اللازم وإغاثة المتضررين، مضيفا أن الحدث يفوق إمكانية المحلية، كما دعا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات. من جهتها استنفرت لجنة الخدمات والتغيير بحي حاج السيد المواطنين لنجدة المواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار، فيما قامت جمعية الهلال الأحمر بحصر الأسر المتضررة بحاج السيد. أغلقت لجان المقاومة بمحلية أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان برج شركة اتصالات MTN احتجاجا على تردي خدماتها،
وأعلنت لجان المقاومة المحلية في بيان رسمي إغلاق البرج منذ يوم الأربعاء إلى أن حل المشكلة. وأوضح البيان أن محلية أم دم حاج أحمد على الرغم من وفرة ثرواتها الزراعية والحيوانية والبشرية إلا أنها تعاني من تردي في شبكات الاتصالات التي تقدمها شركات زين وسوداني وMTN بالمحلية، هذا إلى جانب انعدام الطرق المسفلتة والكهرباء على الرغم من مرور عبرها خط الأنابيب الناقل للبترول إلى مصفاة الجيلي بالخرطوم. وأشارت لجان المقاومة في بيانها إلى أنها سلكت كافة الطرق السلمية مع شركة MTN على كافة المستويات إلا أنها لم تحرك ساكن، لذلك قررت إغلاق البرج حتى تحل مشكلة تردي الاتصال والإنترنت. قال المجلس الأعلى لنظارات البجا أن قضية شرق السودان لم تبارح مكانها، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن توافق سياسي أو اجتماعي. وأوضح المجلس أن المبادرة وزيارة الوفد الوزاري لم تتضمن أي حديث عن توافق مع أي جهة أو نسب مشاركة أو جلوس مع أي جهة أخرى غير الحكومية الانتقالية، مشيرا إلى عدم التوافق بعد على إعلان المبادئ أو المنبر التفاوضي المنفصل. وقال المجلس أن الوفد الوزاري قدم بعض المقترحات الجيدة لكن بعضها لم ينال القبول. وجدد المجلس مطالبته بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات عبر منبر تفاوضي منفصل، مؤكدا أنه في انتظار رد الحكومة على المذكرة خلال مهلة 15 يوما. وكان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أورد في كلمته بمناسبة عيد الأضحى أن هناك مؤشرات للتوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية بولاية البحر الأحمر. اتهم خالد شاويش رئيس مسار شرق السودان المجموعات التي تعترض على المسار بأنها تهدد الفترة الانتقالية عبر مخططات إحداث البلبلة والفتن. وقال خالد شاويش رئيس مسار شرق السودان باتفاق جوبا للسلام خلال لقائه أمس بعيان ورموز قادة الإدارة في وسط القضارب بقيادة الماك متوكل حسن دكين وناظر الضباينة والزايد وناظر الحاوين عد الزين بمنطقة أم شجرة في إطار زياراته لولايات الشرق. وقال شاويش أن القضارب تتميز بوحدة النسيج الاجتماعي داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تزعم بأن اتفاق مسار الشرق سينزع أراضي المزارعين، مبينا أن قانون الزراعة الآلية ينظم ذلك عبر الإيجار، وما ورد في الاتفاق هو عبارة عن تقنين ملكية الأرض. وأضاف شاويش بأن السلام جاء لرد الحقوق ورفع المظالم وليس لخلق فتن أو مشكلات. من جهة أخرى حمل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الجهات الحكومية المركزية أو الولائية التي سمحت له بعقد أي اجتماع أو لقاء سياسي كامل المسؤولية القانونية ما تسفر عنه مثل هذه الزيارات. قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق قمتي يوم الأربعاء أن العسكريين في الحكومة الانتقالية على توافق تام، ودعا في المقابل المدنيين وعلى نحو خاص قوى الحرية والتغيير لترك الخلافات والتوافق. ودعا حميدتي خلال زيارته لمنطقة كدباس بولاية نهر النيل أمس إلى وحدة الصف ولم الشمل لبناء السودان، وقال أن البلاد في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيرا. وأكد أن السودان لن يتقدم بالاختلاف والتعصب للرأي والحزب والقبلية، وقال أن حل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في التوافق والاتفاق. وأوضح أن كل عوامل النهضة والنجاح متوفرة لدينا، فقط نحتاج أن نضع أيادينا في أيدي بعض. وأضاف قائلا هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجددا، ويجب أن نستثمرها جيدا، ويجب أن نترك مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معا لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصائب الحياة. عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ عقب قيام أثيوبيا بالملأ الثاني، وفي السياق وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية رسالة إلى أثيوبيا بعد قيامها بالملأ الثاني في سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا ضرورة حل الأزمة. وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هاتفيا مع الرئيس فيليكس والذي يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي. وشدد بلينكين على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيغراي في أثيوبيا،
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الأثيوبي، وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها نحو الاستقرار في مسار إيجابي بأزمة السد. وكانت السلطات السودانية أعلنت رفض إجراءات أثيوبيا الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك ردا على إعلان السلطات الأثيوبية قبل يومين من اكتمال الملأ الثاني. أنقذت القوات البحرية المصرية يخطا سويسريا بعد جنوحه بخليج العقبة، حيث كان يقل بعثة علمية في طريقة إلى ميناء بورسودان بعد أن تحركت الثلاثة من ميناء إيلات الإسرائيلي. وأفادت تقارير صحفية أن اليخت تحرك الثلاثة من ميناء إيلات الإسرائيلي في طريقه إلى ميناء بورسودان بهدف إطلاق مشروع بحثي حول دراسة خصائص الشعاب المرجانية في حوض البحر الأحمر. ويرأس البعثة الباحث الإسرائيلي الأصل الأسترالي الجنسية معون فاين من المعهد الدولي للعلوم البحرية، ويضم طاقمه العلمي 5 باحثين أوروبيين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن تطبيق العلاقات بين السودان وإسرائيل العام الماضي ساعد في إنجاز هذه التعاون الرامي إلى فهم أسباب التفاوت في وضع الشعب المرجانية في البحر الأحمر بين تلك المزدهرة في الشمال والوضع السيء نسبيا للشعب في جنوب هذا البحر، مما قد يوفر معلومات قيمة حول قابلية بقاء الشعب المرجانية على المدى الطويل. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السودان استقبل حوالي 9963 لاجئ من جنوب السودان في نهاية يونيو الماضي، ووصل 8577 لاجئ إلى ولاية النيل الأبيض، بينما استقبلت ولاية شرق دارفور 692 منهم. ويستضيف السودان واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في أفريقيا، ويشكل الوافدين من دول الجنوب الغالبية. ويعيش في السودان حاليا 272,313 لاجئا وطالب لجوء من جنوب السودان، 32% منهم موجودين في المخيمات، بينما يعيش 68% الباقون خارجها. الخبر الأخير في النشرة. دعا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق كافة مكونات الإقليم للوحدة والتكاتف، وأن تكون مصلحة السودان هي المصلحة العليا، وحس الجميع للبعد عن الإملاءات والمصالح التي لا تخدم الوطن. وشدد العمدة على محاربة القبلية والعنصرية والجهوية قائلا: لا قبلية ولا جهوية بعد اليوم. ووجه العمدة الأجهزة الأمنية والشرطية لمحاربة دعاة القبلية والجهوية دون استثناء لأحد، حفاظا على ترابط النسيج المجتمعي. وأكد العمدة أن الفرص متاحة للعبور بإقليم النيل الأزرق نحو آفاق أرهاب بالعزيمة وقوة الإرادة ووحدة الصف والكلمة والتكاتف والتعاون، مع إلى قيم التسامح والتصالح والتعافي وقبول الآخر. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.